السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير ومراجعتكم تمام. معكم منى ياسمين، واليوم ان شاء الله on va commencer notre physiologie digestive. bon بداية، بما انه اول كوغ راح نقول لكم je sais بلي لي فيديو راح يكونوا طوال باسكو je vais tout expliquer. mais في النهاية بإذن الله vous auriez la physiologie digestive في عقلكم، حافظينها تخرجوا. سو احتاج منكم فقط تركيز وتبعوا معايا. اذا راح نبداو بالكور الاول اللي هو لي جينيراليتي سور لا فيزيولوجي ديجستيف. اول حاجه يلفو سافوا شنو هو لو سيستيم ديجستيف. انا راح نقرا لا فيزيولوجي تاعو، انا مانيش عارفه شنو هو لو سيستيم ديجستيف، لازم نعرفوه. لو سيستيم ديجستيف سي لو تيوب ديجستيف بلس لي غلاند انيكسي. كنت نقول بلي لو سيستيم ديجستيف سي لو تيوب ديجستيف بلس لي غلاند انيكسي. صح، شنو هو لو تيوب ديجستيف؟ عندنا لا بوش، بون هذا واش درت في لا بوش، ومن بعدك لوزوفارينكس، ومن بعدك لوزوفاج. لوزوفاج وين يخلص؟ في لي ستوما. لي ستوما وين تخلص؟ في ديودينوم. ديودينوم لي زونس غريل ولا لي انتستان. لي انتستان موراهم واش يجي؟ يجيني الكولون. الكولون موراه الريكتوم. ريكتوم انوس. هذا هو لو تيوب ديجستيف. هنا راهم كاتبين كافيتي باسكو تو سامبلومون تيوب تيوب جاي متقوب من الداخل في اون كافيتي. اي بلس لي غلاند انيكسي، عندنا اربعه. وشنو هما لي غلاند انيكسي؟ عندنا لي غلاند ساليفير اللي عندنا ثلاثه، نورمال ماكم شفتوهم في الاناتومي. عندنا الفوا، عندنا لا فيزيكول بيليير، وعندنا البونكرييا. هادو ما كامل يلون سيكريتي سورمون كلكو شوز كي فا ايدي في لا ديغراداسيون لابسوربسيون ايتترا ايتترا. ومن بعد راح نشوفوها لو سيستيم ديجستيف واش راح يخدم لي. راح يخدم لي بون نقدروا نقولوا ثلاثه حاجات. راح يدير لي لا ديغراداسيون. لا ديغراداسيون دو كوا؟ لا ديغراداسيون دو فولومينوز موليكول اورغانيك. وشنو هما لي موليكول اورغانيك اللي عندنا؟ عندنا الجلوسيد، عندنا لي ليبيد، وعندنا لي بروتيين اللي ومن بعد راح نشوفو واش راح يولوا. نعطيكم اكزامبل، بروتيين راح يولي لي مثلا دي اسيد اميني. دونك لا ديغراداسيون من حاجه كبيره الى حاجات صغار، زعما من الموليكول اورغانيك الكبيره للموليكول دو نوتريمون لي راح يقدروا يتابسورباو فوالا دون لا سيركولاسيون سانغين. تسمى مع الاول نديرو لهم ديغراداسيون ومن بعد ابسوربسيون، في النهايه راح نديرو اليميناسيون دي ريزيدو نون ديجيستيبل. نون ديجيستيبل بمعنى التي لا تهضم، كي با ابسوربي. تري بيان، دوكا راح نشوفو لي بروسيسوس كي فا انترفونير في لو سيستيم ديجيستيف باش راح تصرالي فوالا باش يمشي تمشي ليه هذيك اللقمه كامل حتى تخرج. اول حاجه عندنا لا موتيليتي، وعندنا لا موتيليتي، عندنا لا سيكريسيون، عندنا لا ديجيسيون، وعندنا لابسوربسيون. تري بيان، نبداو بلا موتيليتي وهي لا بلوبار اللي ما يفهموهاش، مي الي تري فاسيل. بون لا موتيليتي سي تان موفمون لي به غراس ا لوي راح الماكله تتخلط لي وراح تهبط لي. داكور، غراس ا كي راح تصرا لي هاد لا موتيليتي؟ عندنا على بالنا في الهيستولوجي. بون لي ماوش قاري الهيستولوجي، جو لوي انفيت يروح يشوف لي فيديو تاع خالد مزيان اللي دارهم، ولا يروح يقرا الهيستولوجي باسكو لا فيزيولوجي سورتو ديجستيف سون هيستولوجي فوز علي ريان 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 كومبروندر. سيل فو بلي لي ماشي قاري الهيستولوجي يروح يقرا الهيستولوجي، الي تري 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 فاسيل وتقدروا تحفظوها ببساطه وسهوله. ميم لي فيديو دايور لي دايرهم ماشي بزاف طوال، دونك تمتم تكملوها فوالا. دونك قلنا بلي لا موتيليتي راح تصرالي غراس ا كي؟ غراس ا لا كومبوزونت موسكولير ليس اللي جايه في التوب ديجيستيف. باسكو حنا على بالنا بلي التوب ديجيستيف فيه اون كومبوزونت موسكولير ليس اللي متشكله من دو كوش، اون كوش لونغيتودينال اكسترن اي اون كوش سيركولير انترن. زعما تيوب يجي من الداخل هكذا، زعما هكا سيركولير،
ومن برا هكذا جايين. علاه من الداخل سيركولير، هذه من الداخل سيركولير راح نفهموها هنايا لي موفمون بروبولسي بيريستالتيزم. هاد لي موفمون بيريستالتيزم elle va se définir par l'apparition autour du tube digestif d'un anneau de contraction. واش معناتها؟ قال لك هنايا في التوب ديجستيف مثلا نفرض باللي رانا في لوزوفاج، راح تصرى لي انانو راح يزير لي ويجي هابط، يزير ويجي هابط كشغل يعصرها. سي اكزاكتومون لو مو البيرفكت، يعصرها لي باش يحبط لي لو بول اليمونتير، يهبطه لي يدير انو يزير ويحبط. هذه هي واش معناتها لو بيريستالتيزم. فوالا كي فا فوالا قلنا بلي راح يشكل لي ان انو دو كونتراكسيون كي فا سو ديبلاسي انسويت لو لون دو لا باوا من الفوق للتحت، يلا سور لا بروغريسيون دو كونتينو دو توب ديجستيف كيما قلت لكم. لا فيتيس دو سيت برو اي فوالا دونك لا فيتيس تاع هاد البروغريسيون تاع الماكله، اسكو الماكله بنفس السرعه تهبط لي في مليش بلوزوفاج كيما في نفس السرعه في ليستوما كيما في نفس السرعه في ليزانتيستان؟ نو اند نو اند بيغ نو. اش فاو معايا فلوزوفاج الماكله لازم تهبط تري رابيدمون باسكو تو سامبلومون ما عندها ما تخدم. لوزوفاج يوصل برك بوس يوصل لي الماكله، دونك انا ما نسحقش الماكله طول لي فلوزوفاج. تما هاد لا بروغريسيون تاع contenu du tube digestif au niveau de l'œsophage راح تكون تري رابيد. par contre في les intestins grêles راح تكون ثقيله. علاش؟ في المعي الدقيق ولا les intestins grêles on va assurer l'absorption تاع لي نوتريمون اللي لازم يمتصوا. دونك انا لو كان تم 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 غير تجي في غير تجيني في الانتستان غير تم تم نبعثها للكولون، اسكو انا راح جوغي طون باش نمتص هذيك لي نوتريمون اللي لازم؟ نو سي بور سا اش فاو باللي الي تري رابيد في لوزوفاج بار كونتر الي لونت في لي انتستان غير. علاش؟ pour qu'on aura l'absorption. Très bien. Donc le mouvement de brassage. Le mouvement de brassage, on va donc mélanger. Brassage, on va mélanger avec le contenu les rahou andna. Il va assurer, voilà. Il va assurer le mélange ou là il assure le mélange des sucs digestifs ou le contenu du tube digestif, c'est la même chose. Il va assurer le mélange des sucs digestifs et les aliments facilitant ainsi la digestion. Je vais faciliter la digestion. Très bien. Donc au cours وينكون نميلونجي فيه جو في اوغمونتي لا سيرفاس دو كونتاكت تاع هذيك السوك ديجستيف مع لا باغوا لي ولا لا باغوا ولا لا سيرفاس ابسوربونت كي فا ابسوربي لي نوتريمون لي لازم. نعاود شوف عندي اون فوتو هايله اوه هاي كحله وير مينا هاي جات. شوف زعما هنا غوز و بلو واش البريستالتيزم راح يحبط لي برك. باغ كونطخ لو تروك او لا لا باغ كونطخ alors je disais بلي le mouvement de brassage bon pristaltisme هو برك يحبط. par contre le mouvement de brassage راح يخلط لي شوفوا يخلط لي الغوز مع البلو بحيث تولي كامل مخلطه. كي نخلطها je vais augmenter la surface اللي يتلاقى بها الماكله مع la paroi اللي elle va absorber. Bien. Voilà. Voilà.
شرحتها تري بيان. دوكا راح نقراو على لا سيكريسيون. قالك elle correspond à la sécrétion des différents sucs digestifs dans la lumière du tube digestif par les grandes glandes exocrines. Sécrétion salivaire pancréatique biliaire. صح بلا فلسفه بزاف واش راح يصرا؟ عندي زوج حاجات. قلنا بلي عندنا لو تيوب ديجستيف وعندنا لي غلاند انيكسي. لي غلاند انيكسي قلنا عندنا اربعه. هاد لي غلاند انيكسي سيغمون راح يفرزوا لي كاش حاجه. مثلا لي غلاند ساليفير راح يفرزوا لي لا ساليف، والاخرى البنكرياتيك ثاني راح يفرزوا لي، والبليير ثاني الى اخره. هادو ما نعيطوهم لي غلاند انيكس لخاطر جايين زياده على لو سيستيم ديجستيف. Par contre, quand il y a une sécrétion, voilà, on a les exocrines, les glandes annexes exocrines, parce que le truc a les glandes cardines à le système digestif. Maintenant, une sécrétion gastrique, une sécrétion intestinale. Ils font partie du tube digestif. Hadi haja bayna. Hna wach qal lak نقراها لكم بالتفصيل ونسيي نشرحها لكم باسكو من الاول انا ما قدرتش نفهمها. بس لي سيلول سيكريتريس اكسكريت دي دو غروند كونتيتي دو، تما هاد لي سيلول سيكريتريس راح يعطوني الماء بلس يعني انسي كو دي ماتيريو بروت، بمعنى دي ماتيير بروميير. وشنو هما هاد لي ماتيير بروميير؟ هايليك عطاونا هنايا امثله لي نحفظوهم. لي ماتيير بروميير مثلا لي الكتروليت، لي سوبستانس اورغانيك كيما لانزيم الميكوز ميكوس ليمينوغلوبولين سي ان ايمونوغلوبولين راح لي اسمهم بالعربيه تاع المناعه اللي يجوا في لي ميكوز. عندنا دي فاكتور دو كرواسونس لي اسيد بيليير بيليروبين، هاد البيليروبين هو اللي راح يعطيني لا كولور لي زورين. عندنا الكوليسترول فوسفوليبيد. داكور فهمنا بلي لي سيلول سيكريتريس ايل فون اكسكريتي دو بلس لي ماتيير بروميير est nécessaire pour la production de leur sécrétion particulière provenant du plasma. Où je m'entends? Les matériaux premières, les matières premières, elle est nécessaire pour la production de leur sécrétion provenant du plasma. Les matières premières, ils vont être sécrétés dans le plasma. Njibhom min plasma. Hada makan. On a bli ndir l'eau, la matière première, jaya min plasma. Le transport actif vers l'intérieur de la cellule. Ainsi que la synthèse des produits de sécrétion nécessite de l'énergie. Bi basata, ana pour absorber kach haja, yani rah ndkhlha à l'intérieur de la cellule. راح نستعمل لينيرجي بلوس لا سينتيز تاع لي برودوي دو سيكريسيون بين راح نخدم اذا راح نعيا. دونك جوري بيزوان دو لينيرجي. تري بيان. La libération de ces sécrétions dans la lumière du tube digestif est sous la dépendance de stimuli hormonaux et nerveux. Et il faut savoir que le corps tana, hadi rah taqrawha f endocrino neuro. Mohim, lazem ta3rfo bli le corps tana kamel yitahkmo fih zouj hajat, les hormones et les nerfs. Donc la sécrétion بما انه الجسم كامل يتحكموا فيه لي هرمون لي نيرف. دونك لا سيكريسيون elle fait partie de notre corps. دونك لا سيكريسيون elle est sous la dépendance تاع لي هرمون اي لي نيرف. نورمالمون راني نسي نطول شويه في الهضره باش تحفظوا معايا. داكور دوكا شفنا بريستالتيزم فوالا شفنا لو تروك شفنا لا موتيليتي شفنا لا سيكريسيون. دوكا راح نشوفو لا ديجيستيون. بون لا ديجيستيون واش راح نديرو فيها؟
راح نقطعوا ولا نكسروا لي غروس موليكول فيغ دي اون بتيت موليكول، ماشي فيغ اون بتيت موليكول. واش وعلاش نرجعوهم صغار؟ لما كانوا كبار نورمال عندي غلوكوز كيما هو نمتصو، جوستومون هاد حاجه كبيره ما يقدروش لي سيلول تاعنا يابسوربيوهم. دونك اوني اوبليجي باش نكسرو هاد لي غروس موليكول كيما لي غلوسيد لي ليبيد لي بروتيين اون بتيت موليكول دو نوتريمون كي فا اتر ابسوربابل. لي سيلول تاعنا يلفا راح يكونوا قادرين انهم يابسوربيوها لنا. تري بيان. La digestion est accomplie par l'hydrolyse enzymatique. À la banane, les hydrolyse, tenez, on va casser les, etc., etc., etc. Donc là, هذا ما تاني تحفظوهم parce que c'est très facile et c'est logique. Normalement, quand même, là, comme حافظينهم. بلي les monosaccharides, les هما الغلوكوز, فructose ou الغالاكتوز, هما la forme absorbable تاع الغلوسيد. تسمع عندي غلوسيد كي نحب نكسرو سوا نرجعو فructose سوا غلوكوز سوا غالاكتوز. عندي ثلاث احتمالات. لي اسيد اميني هما la forme absorbable تاع لي بروتيين اي لي مونوغليسيريد اي لي اسيد غرا ليبر سون la forme absorbable تاع لي ليبيد. هادوما حافظوهم باغ كور. مونوساكاريد اللي هما ثلاثه عندنا غلوكوز فركتوز غالاكتوز تاع غلوسيد اسيد اميني بروتيين مونوغليسيريد اي اسيد غرا ليبر هما تاع لي ليبيد. سي تري فاسيل و سي تري اوبليغاتوار باش تحفظوهم. تري بيان. دوكا لابسوربسيون قرينا لا موتيليتي قرينا لا لو تروك لا ديجيستيون وقرينا دوزيام ديال الازمه la sécrétion. On a la motilité, la sécrétion, la digestion et donc l'akhira, l'absorption. C'est le passage de des petites molécules li rahom déjà qatta'nahom, yani khlas donc on a le produit final, des petites molécules absorbables li tout simplement rah yitabsorbaw li. Mathalan l'eau, les vitamines, les électrolytes dans le sang. Chno huma les électrolytes? Huma le sodium, potassium, le chlore, les bicarbonates et etc. etc. Hadouma li nqadrou absorbewhom. Qallek la quasi totalité, mhsoub presque la totalité de l'absorption se fait au niveau de l'intestin grêle. That's why belli le préstaltisme qulna belli abta le plus long c'est au niveau des intestins grêles parce que la quasi totalité de l'absorption elle va se faire au niveau de l'intestin grêle. Normalement le had l'an c'est bon qrina belli n'aoudouha hakka un petit résumé. مع الاول راح تصرا لي بريستالتيزم يهبط لي الماكله ومن بعدك يعني ماشي ومن بعدك ومام في لو ميم مومون اون اورا ان موفمون دو براساج. قلنا براساج محسوب il va mélanger pour augmenter la surface de l'absorption. ومن بعدك واش راح ندير؟ je vais sécréter des sécrétions soit t'as les glandes exocrines yani les glandes annexes les huma salivaires pancréatiques biliaires ou là ils font partie du tube digestif qui est gastrique ou l'intestinal. Ils sont le ma ou des matières premières et la matière première on dit le plasma hada le transport ta l'indkhlo vers la cellule ou la synthèse ta had les trucs elle va nécessiter de l'énergie ou la libération de la sécrétion elle est stimulée par hormonaux et nerveux stimuli. Le point c'est que nous avons la digestion بلي راح لازم نكسرو باش on pourra absorber. That's all. كملنا la première partie. Donc on va نشوفو la relation structure fonction. دائما في la médecine il faut savoir زعما هاد الاناتومي علاش جايه هكذا زعما جايه شباح. Of course no. كل حاجة بالشكل تاعها بالليستولوجي تاعها سورتو ليستولوجي سورتو ليستولوجي. ليستولوجي ما راناش نقراوها في باطل. ليستولوجي نقراوها باش نفهموا لا فيزيولوجي باسكو توجور كاينه اون ريلاسيون ستركتور فونكسيون زعما هادي كي مخدومه هكا راهي تخدم هكا. دونك ليستولوجي لازم تقراوها
بالذكاء تقراوها تتعلموا زعما الفونكسيون. انا علاش هنا عندي عندي زعما ميسكولير باسكو هكذا باش نهبط باش ندير بريستالتيزم، علاش زعما الانترن الي سيركولير والاكسترن هكا راكم حفظتوا لي سيكولوجي لي تري فاسيل. المهم لا ريلاسيون ستركتور فونكسيون ستركتور دو سيستيم ديجستيف سور لو بلان اناتوميك. لا بالنا باللي التوب ديجستيف قلت لكم في ديبي هاد لا فيديو بلي فيه لا بوش لوروفارينكس لوزوفاج ليستوما انتستان الكولون ريكتوم اي لا بيوس بلون دانيك لي غلاند ساليفير بانكريا فوا اي فيكول بيير. دوكا لو بلوز امبورطون يعني حابه نقريه لكم هنا سي لا ستركتور هيستولوجيك ولا لو بلون هيستولوجيك سي كوا لا ريلاسيون ستركتور فونكسيون. Elle est très importante et très facile, donc برك تبعوني. اول حاجه il faut savoir بلي وي رمينا alors je disais بلي دوك لازم نعرفوا الهيستولوجي. راح ندير لكم هكا ان تي رابيل سينو كيما قلت لكم روحوا شوفوا لا فيديو تاع الهيستولوجي. المهم من برا كامل عندنا اون سيغوز، هاد لا سيغوز راح تحمي لي لو تيوب ديجستيف بلس تربطه لي بلاباري بالاورغانيزم. فوالا عندنا une couche musculaire هايليك دور انا جايين من برا وداخلين وما كنعاودها لكم من الداخل ونجو خارجين باش تحفظوها. هنا عندنا سيروز اون باك مسكولير، مسكولير قلنا اكسترن الي لونغيتودينال انترن الي سيركولير. كيفاش تشفاو بلي لانترن الي سيركولير؟ تشفاو عليها ب قلت لكم بلي زعما بريستالتيزم هذاك يجي من الداخل، من الداخل اللي يزير انو. تما هذاك لانو منين يجي يكون جاي في لو تيوب ويهبط. تما الداخل لا كوش سيركولير الي انترن. ومن بعدك عندنا لا سو ميكوز، ومن بعدك عندنا لا ميكوز. نعاودو من الداخل ونجو خارجين. عندنا لا ميكوز سو ميكوز مسكولير لي الداخل circulaire barra longitudinal on va dire qu'on a une séreuse. Très bien, on va dire la couleur vert donc je suis bien je me rappelle comme c'est quoi. Très bien on a bli بر من داخل دوكا نجو من الداخل ونجو خارج. عندنا لا ميكوز سي لا كوش لا بلو انترن اون كونتاكت افيك لي زاليمون. تسمى زعما لو سوك غاستر لو سوك ديجستيف راح يتلاقى لي بالميكوز. عندنا لا ميكوز متكونه من اون فين كوش دو سيلول ايبيتيليال كي فا ريبوزي سور دو تيسو كونجونكتيف. هادي نديرو عليها علامه استفهام كوت سويت تفهموا علاش. عندنا اون فين كوش دو سيلول ايبيتيليال، عندنا اون فين كوش دو سيلول مسكولير ليس سي كاين في الميكوز كاين اون فين كوش تاع لي سيلول مسكولير ليس. عندنا لي سيلول اندوكرين لي هما دي غلاند كي سون انديسبونسابل ا لا ريغولاسيون دي ديفيرون ميكانيزم دو ديجيستيون اي دابسوربسيون. تسمى الحيه كامل تاع زعما هذوك لي سيكريسيون كامل لو ديجيستيون و لابسوربسيون راح تصرا لي في لا ميكوز. عندنا Les cellules épithéliales, on a, elle va reposer sur du tissu conjonctif. علاش? Tout simplement parce que le sous-muqueuse, à carré, on a le sous-muqueuse, elle est faite de tissu conjonctif. كيفاش راكم حفظتوا؟ قلنا بلي الميكوز فيها 3 كو بون، قلنا فيها اون كوش دو سيلول دو سيلول ايبيتيليال، في اون كوش دو سيلول مسكولار بلس دي سيلول اندوكرين. ايبيتيليال ils vont reposer sur du tissu conjonctif. علاش؟ لاخاطر لا sous-muqueuse elle est faite de tissu conjonctif. Et c'est nous avons dit la fine couche de cellules épithéliales, elle repose sur la sous-muqueuse, tout simplement. La sous-muqueuse, où je fais, il y a les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et les nerfs qui vont se projeter sur la muqueuse. صح علاش لي فيسو سونغان ولي لامفاتيك باغي نحفظ لكم في الهيستولوجي. علاش لي فيسو سونغان اي لي لامفاتيك جايين في لا سوميكوز ومشي جايين في لا ميكوز؟ باسكو ببساطة كابابل زعما كاين اون سيغتان اسيديتي الى اخره لي لو كانت تلاقى لي مع لي فيسو سونغان ولا لي فيسو لامفاتيك راح الفا لي زابيمي تاكلهم لي. دونك جايه في لا سوميكوز، لا ميكوز راح تحمي
لي فيسو سونغان اي لي لامفاتيك. ومن بعدك عندنا المسكولير لا كوش مسكولير كي هي فات دو موسكل ليس كوش ان قلنا انترن سيركولير اكسترن لونغيتودينال صح. اونتر سي دو كوش musculaire se situe le des plexus nerveux constituant le système nerveux intrinsèque. صح. واش نهوما هاد لي لي بلكسوس نيرفو؟ عندنا لو بلكسوس ميونتيريك دورباتش او لو سو ميكو دو ميسنر. هنايا جو بونس كاين اون ايرور باسكو دونك نقولكم علاش. عندنا لو بلكسوس ميسن هذا ميونتيريك دورباتش جاي في الموسكولير. هنايا في الموسكولير جاي لو بلكسوس ميونتيريك دورباتش. وهنايا في لا سو ميكوز قلنا بلي كاين دي نير كي فون سو بروجيتي على لا ميكوز. هاد لي نير هادو هما لي سو ميكو تاع ميسنر. صح. هاد لي بلكسوس نيرف يل فون جوي لو رول تاع في الكونترول تاع لا موتريسيتي اي لي سيكريسيون ديجستيف. لا موتريسيتي شكون راح يتحكم لي فيها؟ لا موتريسيتي راح يتحكم لي فيها دورباتش هاك. او لا سيكريسيون ديجستيف راح يتحكم فيها ميسنر. صح. اذن هنا هايك فلاسو ميوكوز عندنا ميسنر وهذه الخضره فلاسو ميوكوز ميسنر وفي الخضره في الموسكولير دو فوالا ميونتيريك دو رباتش. فهمنا نعاودوا بلي دو رباتش مسؤولين على لا موتريسيتي اي الميسنر مسؤولين على لا سيكريسيون ديجستيف بين اون اسوسياسيون افيك لي هرمون ديجستيف باسكو قلنا ما كاش حاجه في الجسم تاعنا تخدم بدون هاد زوج اشياء لي نير اي لي هرمون. هادي حفظوها كي اسمكم فول ما كاش ايتوديون اون ميديسين ما يعرفش هاد لانفورماسيون. Très bien. Donc, elle a la séreuse. La séreuse, elle est faite de tissu conjonctif qui va envelopper la totalité du tube digestif et le rattache à l'organisme qui m'a retenu comme mobile. Donc, elle a une petite information, elle a le renouvellement cellulaire des muqueuses digestives. Finalement, les cellules y montent. Donc, on aura besoin d'un renouvellement. Donc, le renouvellement, ça dépend. Il y a la plupart des cellules du revêtement muqueux et de l'ordre de quelques jours. C'est la plupart des cellules du revêtement muqueux, il y a quelques jours. À part les cellules pariétales ou les cellules acido-sécrétrices ou les cellules bordantes, ils vont sécréter de l'HCL. HCL en grande quantité. Ils vont durer, ils ont une durée de vie de 1 an. I think بلي هي اكبر خلايا يعني اطول فتره تعيش خليه في الجسم الانسان. هي لي سيلول باريتال، لي سيلول اسيدو سيكريتريس ولا لي سيلول دو لي ستوما. Très bien. دوكا نشوفو لي زيتاب تاع لا ديجستيون. هادو هما الكبار واللي تري 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 فاسيل دونك راح ندوزو عليهم خفاف باش لا فيديو ما تزيدش طول اكثر من هكذا. الوغ لي غوند زيتاب دو لا ديجستيون il faut savoir بلي شاك سيغمون عندو لا فونكسيون بارتيكولير تاعو. دونك انا ما نقدرش نقول لك بلي نعض ولا نمدغ بلي زانتيستان غريل وما نقدرش انا نقول لك بلي اني نابسوربي بلوزوفاج نو. دونك لا بوش واش الخدمه تاعها؟ باينه لا ماستيكاسيون بور ميلونجي لي زاليمون افيك لا ساليف. اون بعدك اون اورا on va faire de la bouche la déglutition. La déglutition, on va nibler, avaler ou la déglutir ou la nibler, c'est la même chose. La bouche, on a la chose la seule qui est dans le suum, c'est l'amylase, il amorce ou la casse ou la il fait la digestion de les glucides. Nibler ou la bouche, on a l'amylase ou enzyme qui fait la digestion de les glucides. C'est ma la bouche, mastication pour mélanger les nutriments à la salive et à l'amylase.
le pharynx n'a aucun rôle, ou le pharynx et l'œsophage n'ont aucun rôle dans la digestion, par il y a le contrôle de la déglutition et de l'alimentation. L'estomac, elle assure le remplissage, le stockage, le malaxage et l'évacuation avec régulation de la vitesse de sa propre vidange. Remplissage parce que la mâle, stockage parce que très les mecs là je suis stocké à faire, le malaxage très les mecs là, mais les enzymes, mais l'acidité, etc. etc. L'évacuation évacuée, puis sous mkhrej. Oui, mkhrej a dit l'iodéna. Avec régulation de la vitesse de sa propre vidange dans l'intestin grêle. Yodénome tabac l'intestin grêle. Ça, c'est Christian qu'on porte. Où j'ai un œuf l'estomac. Un œuf le mucus. Un œuf l'acide chlorhydrique. Un œuf pepsinogène activé en pepsine. Ce bruit qu'on pepsinogène, bah, qui est activé en pepsine. Un œuf des facteurs intrinsèques. Et un œuf la sécrétion des facteurs endocrines et paracrines. Ça, ça. Le mucus, où j'ai le traitement d'eau, il va lubrifier, mais sauf, est-ce qu'on peut dire hydrater, lubrifier et protéger, et, voilà, et protéger la muqueuse gastrique. D'accord. Le mucus, c'est d'avoir le traitement d'eau, parce que l'estomac, on fait l'acide. Imaginez où on cache le mucus. L'acide direct avec les cellules de la muqueuse. C'est la carte. Et ça existe des maladies mais et c'est très malheureux. Donc le mucus, il va protéger la muqueuse gastrique, l'acide chlorhydrique, il solubilise des particules, mais c'est déjà soluble et il dit la destruction des micro-organismes, mais il dit que ça. Pepsinogène activé en pepsine, il digère les, ou là, il extrait les protéines. Un des facteurs intrinsèques liés à l'absorption de la vitamine B12. Un a la sécrétion des facteurs endocrines et paracrines, comme la gastrine, l'histamine et la somatostatine. اليوم بعدا في الكور الجايين راح نشوفوا الوظيفه تاعهم بالتفصيل فهلا مش ضروري لانتيستان غريل البرينسيبال يكرونا بلي لا كازي توتاليتي تاع لاسورسيون ترا لي فانتيستان غريل دونك لو سي لانتيستان غريل سي لو برينسيبال سيج دو لا ديجيستيون اي دو لابسورسيون اي فا ميلونجي اي بروبولسي لو كونتينو تاعها عندنا ثاني لي سيكريسيون بيليو pancréatique, mais maintenant, les tkounf, al-kibda, ou ta'al pancréa, y djouni, y t'tarhou, la y t'sikritaw, l'intestin grêle, fe diodénum. Pancréa exocrine, fait des enzymes qui digèrent les hydrates de carbone, je nomme les hydrates de carbone, c'est les glu, les trucs, socariètes. Les protéines et les graisses. Les graisses, c'est les lipides. Un liquide riche en HCO3. Allez, le pancréate, ben, il y a un liquide riche en HCO3. Allez, ou le pancréate, on a l'intestin grêle. Allez, quand on a l'estomac, le contenu de ça, il est très, très, très acide. Mais tu as l'intestin grêle, mais c'est acide. L'autre normal, قاعدي. Donc le pancréas liquide riche en HCO3-, ben, elle va neutraliser l'acidité dans le contenu qui est dans l'estomac. Donc il y a beaucoup d'acide, mais il y a riche, on aura une neutralisation de l'acidité. Normalement, c'est clair. La sécrétion exocrine du foie. Voilà, exocrine du foie, la production de la bile diluée contenant des sels biliaires qui facilitent la digestion des lipides. La banane, le truc, le liquide biliaire ou la bile tout simplement, va te donner la digestion des lipides. Ça, je ne rien de mettre à la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle va rien faire sauf le stockage de la bile. هذا مكان دونك انا لو كان ندير زعما نحي لا فيزيكول بيليير يا جينيرال يقولوا بلي اون في با دو ريجيم لو كولون
le colon واش الخدمه تاعو لو ستوكاج اي لا كونسونطراسيون دي ماتيير نون ديجيري باش يخرجوا برك يستوكيهم لي ريثما l'absorption de sel et d'eau هاد لي ماتيير نون ديجيري سي يجبد منهم ماكسيموم واش نقدر نحي لهم الكولون صاب لي سيل والماء يقدر يزيد ينحيه دونك نحاه ماداك ديفيكاسيون هي يخرج والميكوس ثاني فيه الكولون ميكوس الغول تاعو لا بروتيكسيون اند ذاتس اول فور هاد بارتي جو بونس كو طولت مي سي تري تري انديسبونسابل كامل واش قلت لكم باسكو سي دي جينيراليتي اللي راح يكملوا معنا لي كور الجايين وبهذا نتمنى تكون فهمتوا وبهذا اختم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سلام.